النهاردة هجيب لك وصفة سر جمال الخليج والخليجيات، عارفينها اخواننا الخليجيين، بمكون واحد بس هو الهيرو بتاعنا، مكون الخميرة. مش هتصدقي التفتيح والنضارة اللي بيديه. بيعمل ايه بقى؟ بيفتح المناطق الحساسة والركب والاكواع والرجل كمان والايد لو حابة. الخلطة هتخليكي تشيلي التصبغات والكلف والنمش. يلا بينا نبتدي الخلطة. اول حاجة عندي الخميرة، هناخد كده قد معلقة ونص خميرة وخل. انتي مش عارفة المكونين دول مع بعض هيعملوا ايه. انا عندي الخميرة الفورية دي في البيت سحر مع الخل، بنخلطهم كويس قوي 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 مع بعض لحد الخميرة السريعة الذوبان مدوب في الخل كويس قوي، ليها ريحة نفاذة شوية. بس انتي مش متخيلة دي نتيجتها على المناطق الحساسة والكوع واي منطقة فيها سواد مضايقك او مغلبك مش عايز يطلع عنيد. الخلطة دي سحرية، كمان اللي سنهم صغير يقدروا يستخدموها، اللي بيعانوا من منطقة غمقان تحت الباط او كوع او ركبة. هي كده اختلطت عندي تماما. هستخدم معاها كم مكون بسيط وموجود عندنا كلنا وسهل، بس هيزيد من فعاليتها. النشا، والنشا معروف عنه ازاي هو بيفتح البشرة وكمان بيشد وبيقفل المسام. لو حسيتيها مسكت معاكي شوية زودي سنة خل. هزود بودرة تلك بتاعت اطفال 5 5، انا هزود مش كتير. وكمان هنزود بيبي اويل، وده هينعم ويلطف معانا المكونات اللي انا حطاها دي شوية. كوعك مضايقك، ركبتك من زمان مغمقة وعايزة تفتحيها، حتى المنطقة الحساسة هو امن مش هيسبب لك اي حساسية مهما كانت نوع بشرتك. انت تقدري تحطيه وتستخدميه، اخواتنا الخليجيات دايما بيستخدموه. انا واخدة الوصفة دي من صديقتي خليجية، وطبعا ما قدرتش اخبيها عليكم. كل الخلطة ما كانت تقيلة شوية او سميكة على بشرتك كل ما هتديكي نتيجة احسن. انت محتاجة تخلطيها فترة اطول شوية، لمدة 5 دقايق مثلا، علشان تتجانس كويس جدا وتدينا النتيجة المطلوبة. ده بشرتي قبل، انا مش حاطة عليها اي حاجة. تعالوا نجرب ونحط عليها. انا عايزة اقولك بس ان انتي وانتي بتحطيها على وشك ابعدي عن مناخيرك، عشان معروف ان الخميرة بتخلي البشرة، بتدي للبشرة كده يعني، بتنفخ شوية، بتنفخ الخدود والمناطق اللي ممكن يكون فيها تجاعيد، فابعدي عن منطقة المناخير تماما. تعالوا نحطها ونسيبها شوية. هايلة، النتيجة مش طبيعية يا جماعة، صدقوني هتنبهروا بالنتيجة. هنشوف الفرق بين ايدي دي وايدي دي. استنى 5 دقايق ونرجع تاني، بس 5 دقايق ونرجع تاني. انا همسحه ووريكو الفرق. انا سبتها من 2 لـ3 دقايق بس على ايدي، شايفين الفرق؟ جربيها مش هتندمي ابدا.